أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن وجاء نصر الله والفتح وخشعت مكة تنتظر القصاص العادل لكن نبي الرحمة قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء وتدين مكة بالإسلام دينا يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ورأى النبي وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة أنه عن قريب ملاق ربه وفي يوم الحج الأكبر آخر ذي القعدة من السنة العاشرة للهجرة يمم النبي جبل عرفات ونادى في الناس ليسمعوا خطبة البلاغ في حجة الوداع أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها وإن كل ربا موضوع ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون اعقلوا أيها الناس قولي فإني قد بلغت وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة رسوله أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه تعلمن أن كل مسلم أخو المسلم وأن المسلمين إخوة فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلمن أنفسكم اللهم هل بلغت بعد أن صلى النبي الظهر والعصر بالناس تلا عليهم آخر ما نزل من آيات القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وبكى أبو بكر وجاء اليوم الأليم كان النبي قد بلغ 63 من عمره الجليل وفي يوم الاثنين من ربيع الأول للسنة 13 من الهجرة اختار محمد خاتم النبيين لقاء ربه ورجت المدينة رجا لا أحد يصدق أن الذي يصلي عليه الله وملائكة السماء يضمه قبر في هذه الأرض لكن محمدا قد مات هكذا يقول أبو بكر للناس من مسجد رسول الله أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وسجي الجسد الشريف حتى دفن مكان موته من مسجده بالمدينة أما الروح فباقية بقاء الرسالة التي لا تموت الله أكبر في نورها يواصل أصحاب محمد والتابعون دعوة الناس كافة إلى كلمة سواء ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله الله أكبر المسلمون الذين بدأوا فئة قليلة يتكاثر والأمة تجمع كل الناس على كلمة الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله ورسوله